فيروز، اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن هنا من طبعا من داخل ملعب مختار التتش بالجزيره والتدريب فريق النادي الاهلي هنا طبعا استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري عقب نهايه معسكر المنتخب الوطني وتاهله الى كاس العالم بروسيا. انضمام اللاعبين الدوليين هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، وايضا تواجد علي معلول وايضا وليد ازارو بكماني مالمبي، عدد من اللاعبين الموجودين خلال الفتره الاخيره في معسكر المنتخب والمشاركه في المباريات الدولية أصبحوا الآن داخل فريق النادي الأهلي للاستعداد الجاد أمام الاتحاد السكندري واستئناف مشوار الدور العام الذي لم يلعب الأهلي خلال هذه المسابقة حتى الآن سوى مباراة واحدة، وبالتالي مباريات قوية خلال الفترة القادمة. الجهاز الفني بيستعد لها بشكل جدي. أقدر أطمنك على حالة اللاعبين الدوليين، كلهم انضموا لتدريبات الفريق الجماعية. دكتور خالد محمود طمني على مشاركتهم جميعا في تدريبات فريق النادي الأهلي، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حتى حسام عاشور اللي كان موجود في معسكر المنتخب. الجهاز الفني اللي قالت مقنع عليه وشارك في التدريبات الجماعيه في هذه اللحظات. ايضا بالنسبه لي عبد الله السعيد، يمكن سال دكتور خالد محمود عن حاله عبد الله السعيد في هذه اللحظات، اكد لي في تصريح خاص وهو خبر حصري لكل جماهير النادي الاهلي ان عبد الله السعيد بعد لحظات قليله سيجري اشعه للاطمئنان على حالته والتاكيد على احتماليه مشاركته باذن الله في مباراه النجم الساحلي التونسي، خاصه عبد الله السعيد العلاج له خلال الفتره الاخيره مع المنتخب الوطني وبعد اجراء الاشعه مساء اليوم سيتضح بشكل كبير حاله عبد الله قبل مباراة النجم ب 12 يوم. وباذن الله الجهاز الفني مطمئن بشكل كبير بعد اجراء هذه الاشعه ان عبد الله السعيد سيكون جاهزا بنسبه كبيره. هشام محمد، هناك تحفظات طبيه اجراها طبعا الجهاز الطبي مع اللاعب بالتدريبات فرديه، رفض طبعا اجراء اي عمليه جراحيه، لكن هناك تحفظ طبي في استخدام مساله الجبير او الجبس بالنسبه لهشام محمد حتى يتسنى لحاقه في هذه المباراه، مباراه النجم الساحلي الهامه جدا باذن الله في نهايه هذا الشهر. بشكل عام الحمد لله الحاله مطمئنه داخل الفريق. حراس المرمى شريف اكرام انضم للتدريب مع الحراس احمد عادل ومحمد الشناوي، الكل في حاله تاهب واستعداد. قبل بدايه التدريب كان هناك محاضره نص ساعه للجهاز الفني مع اللاعبين للتعرف عن اخبار فريق الاتحاد السكندري الذي يتميز هذا الموسم بقوه خط هجومه وفي نفس الوقت ضعف خط دفاعه. مزيد من الاهداف خلال المباريات السابقه منيمت مرمى واحرز اهداف عديده، فبالتالي هتكون مباراه قويه ومثيره. فالجهاز الفني كان بيطلع مع اللاعبين عن اداء فريق الاتحاد السكندري، لكن اللقطه الاهم او اللقطه الابرز